بداية اسمح لي لك ألف مبروك بداية على النيابة وعلى رئاسة اللجنة. رح نحكي شوي عن الواقع النيابي، ولكن خلينا نحكي بالأول عن الموضوع اللي هو الأهم هلأ والأبرز على الساحة السياسية، وصول هوكشتاين بعد كم ساعة قليلة اليوم. هلا ناطرينه بالزفة إن شاء الله يكون حملنا شي خبر هيك مفرح وشي حل. هو ناطر منا خبر مفروض قوي مصلح، بده يجي عمليا حامل اذا بدك اقتراح منصف للدولتين سوا، بده يجي يكون عادل. هلا اليوم طالما نحن واثقين فيه والاسرائيلي واثقين فيه، بيسوى يكون عنده اقتراحات علميه منطقيه تنسجم مع الواقع الفني كمان للمنطقه. هيدي مساله سياديه، مساله وطنيه، مساله ماليه، كل الواقع اليوم التوقيت اليوم كتير مناسب للبحث فيها بكل تفاصيلها. طب كل الأجواء عم بتقول سعادتك أنه نحن رايحين أنه نعطي الأمريكان اللي بدهم إياه، 23 متعرج 23 متعرج، مهم أنه نخلص من هيدي الأزمة. بعد ما في مين إسا ما وصل الزلمة، يعني شفتي كيف السياسي نحن موقفنا اللبنانية دايما تبقى ضعيفة. شوفي بيجي الإسرائيلي على طاولة المفاوضات، نقاط الفنية القوة الفنية أو النقاط الفنية عنده ضعيفة، إنما الموقف السياسي قوي. نحن موقفنا الفني كتير قوي، إنما موقفنا السياسي ضعيف. بالتالي دايما عم نكون نحن ضايعين. هلأ اليوم بلشنا بالتكهنات وبنقول إنه في تنازل وعطيناهن وعطيناهن، وبعد ما وصل الزلمة ولا إسا نعطى الموقف الرسمي من الدولة اللبنانية. بس مش مفترض اليوم إنه ياخد إجابة موقف لبناني موحد؟ لكي التوقيت أساسي اليوم ضاغط، نحن بأزمة مالية كتير كبيرة، فخامة الرئيس له 4 شهور بيترك الحكم، الموضوع الغلاء النفط العالمي بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا إذا بدك هالخناق على أوروبا بموضوع النفط. النقطة الثالثة اليوم كان عندك اتفاقية فيينا واللي بعدها ما حصلت، عندك أسباب داخلية وأسباب خارجية، نحن بلد بأمس الحاجة للعملة ومودعينا وأموالنا كمان، بدنا هالذهب الموجود نشيله. إسرائيل إلى حاجة، عندها حاجة كتير ملحة أن اليوم طلع نفط بأغلى سعر لأنه أوروبا ما فيها. إذا اثنيننا اليوم يعني كدولتين بظروف ضاغطة على الإنتاج ما أجى الأمريكاني بحل عادل ونهائي، ما بقى يلتقى بعد شوي، يعني هذا التوقيت كتير مناسب لنلاقي حلول. أنا شايف في فرصة إيجابية إذا توحد الموقف اللبناني بهالموضوع. بس في وجهة نظر تانية ساعتك بتقول حتى أنه هيدا التوقيت منه كتير منيح للبنان، ممكن يعطي الفريق اللبناني اللي هو صار بنهاية عهده كل الأوراق للأمريكان من أجل مثلا سحب رفع العقوبات عن الوزير جبران باسيل. يعني في كتير ملفات ممكن يقدمها الطرف اللبناني إلى الأمريكاني ويتنازل عن حقوقه. ما بعتقد، يعني أنا اللي بعرفه عن رئيس ميشيل عون عنده صلابة بالمواقف، بتحبيه بتكرهيه بتأيديه بالسياسي بس بمحل معين زلم يصلب بمواقفه، وما حيضحي مشان مواضيع ولا الأمريكان ولا الإسرائيلية، يعني هالقد شايفين أنه بدني مسألة بهالحجم الاقتصادي والسيادي بتنحل مشان شخص معين، يعني بالمنطق منا كتير مقبول. هلا امبارح كان الاتهامات السياسية بتعرفي اللبنانية نحن على ذوقنا من نعمل الاتهام وقت اللي بدنا والكيف ما بدنا. أنا شخصيا ما بقتنع أبدا هيك. هلا امبارح كان موقف الوزير جبران باسيل في تصعيد بوجه الإسرائيليين والأمريكانيين أيضا، ولكن طيب يعني لو بحاجة لتنازل لو بده كمسايرة وكذا كان لطفها شوي لياخد تراجع. صحيح، بس البعض يقول انه في كمان تقسيم ادوار بينه وبين رئيس الجمهوريه، لان كمان رئيس الجمهوريه قال انه حدودنا هي الخط 23، ولو طالب بال 29 كخط تفاوضي كان موقف لبنان اقوى. بدي احكيكي بصدق، من 11 سنه بال 2011 نعطى من الجيش اللبناني اذا بدك ريكومنديشن انه نحن على ضوء المعطيات الفنيه، من 11 سنه لليوم تطور كثير، مثل ما في على اليابسي شيء اسمه توبوغرافي، في شيء اسمه بالمياه ايدروغرافي، هذه اللي بتدرس اذا بدك جغرافيه المياه. بتعرفي باليابسي في فواصل جغرافيه بتمنع وبتحدد، بالمياه مي كلها مثل بعضها ما فيك تحكمي، ما في قانون واضح، دائما يخضع لتسويات بين الدولتين.
دولة قوية بالنفوذ بتحصن حقوقها أكثر بالحدود، هيدا بالمنطق العام. نعم. وبتدخل بعض الوسطاء الصالحين. اليوم وقت اللي قال الرئيس ميشيل عون بناء على معطيات فنية بأجهزة متواضعة، ما كان عنده الإمكانيات بتحديد، اليوم ما كنا على الجي بي اس عم نشتغل، ولا كان فيها التكنولوجيا القوية، ولا كان في المكتب الفني، وفد عسكري عم بيفاوض وهو اللي قدم تعديل الـ6000. أنا مني عم دفع عن الرئيس، بس أنا عم أحكي معلوماتي. المعطيات الفنية والدراسة الفنية اللي انعطت من قبل الجيش اللبناني بال2011 لرئيس الجمهورية حتى ما تعلى يقول أنا اليوم لازم يكون الخط 23 هيدا مكسب أو هيدا حقنا الطبيعي المنطقي العادي. اليوم بعد 11 سنة اتضح عند الجيش بعد ما تطورت الأجهزة والبحث العلمي، اتضح أنه 29 هو خطنا أساسي، والتراجع عنه بيكون في ضعف لنا بموقفنا السياسي. ليكي بصراحة اليوم نحن ما تنحصر الأزمة شوي، كنا بحدود، صرنا بخطين، صرنا بحقلين، صرنا بخط متعرج، يعني شوي شوي عم تتوضح. خلينا نكون إيجابيين، نحن عنا مساحة شاسعة بعد ما نتنقب فيها شيء أبدا، صرنا بمنطقة محدودة. إذا بناخذ 72 مع الخط 23 بعتقد بيكون تقدمنا شوي بهالموضوع. بس هيدا التفاوض إجمالا، في خطة للتفاوض فيها شيء اسمه تنازل، ما فيك تتفاوضي أنت وتقولي أنا خلص هيدي حدودي ما بقى تعطوا معي اليوم. بس وين كان الخطأ؟ بإعلان خط التفاوض أنه هذا للتفاوض، مش خط رسمي نهائي بمرسوم أنا بديه. يعني التكتيك إذا بدك بالتفاوض كان في شوية خطأ. يعني برأيك أخطأ الرئيس ميشيل عون وقت أعلن أنه خط 23 هو نحن حدودنا؟ ليكي هو بيعتقد مقتنع الرئيس ميشيل عون أنه إذا بيوصل ل 23 هذا مكسب جيد للبنان، بالتالي كان يمكن صادق مع نفسه قال أن 23 هذا هو، وشو منجيب زيادة كتر خير الله. بس مهم نجيب بالناقص. بس تكتيك شوي بعتقد فيه كتير من البراءة التكتيكية بالتعاطي مع هيك عدو ومع هيك موقف وهيك مع هيك وسيط اللي هيك هو منحاز. يعني إيه إذا بدك أنا كنت أفضل يكون في وسيطين أو ثلاثة، إذا ما تم الخلاف بوجهات النظر يكون في لجنة وساطة أو تكون الأمم المتحدة. هلأ الأمريكاني يبدو نحن بدنا إيه، ونحن استعجلنا على قدومه، ونحن نيل وينك يا عمي ما عم بتطلع علينا، لذلك أصبح لأنه تفاجأوا أيضا رؤسائنا أنه بلش التنقيب بكريش ووصلت الباخرة إلى كريش، يعني كأنه نحن مش عارفين. نحن دايما بلبنان نشتغل على ردة الفعل، ما بنعمل أكشن، نعمل رياكشن. اليوم لو ما بلشوا الجماعة ينقبوا يجوا وبلشوا يتحمسوا نحن كنا نايمين على الموضوع. أنا شايفة نقطة إيجابية وشايف هذا حل للنفط بلبنان. اليوم بتبحشوا بنبحش، بتوقفوا بنوقف، متنازع عليه بتوقف لبعد شوي خلص. يعني بلف على الطاولة ونحن قوية مش ضعف، نحن قوية مش ضعف. رح نتنازع بين بعضنا بعدين على توزيع البلوكات. هون سخافة بتصير، هون بتصير سخافة، وهون بتصير إذا بدك اللي ما بنعرف صارت قبل الآن. هلأ ليك الأزمة اليوم أصبحت ضغطة. ليش انت اليوم المال اللي عم يطلع بعكار حيكون لاولاد المنطقه ولا حيكون لكل لبنان ولا بالبترون ولا ببيروت ولا بجنوب؟ ما حينخلق صندوق سيادي وحتروح شوي بخطه عمليه لتخفيف الاعباء الاجتماعيه والاقتصاديه على الناس. يعني وين ما بحشنا خير وبركة، ما يكون عندنا عقدة البحث، بس بدنا نبلش محل. يعني بالنهاية معلش نبلش هون وهون وهون، وهيدا بيفسح المجال للشركات الأجنبية أو هالكونسورتيوم اللي نعمل بين الشركات على البحث. خلص صار عندها حرية أكثر لأنه ولا مصلحة ولبنان له مصلحة. وقلت لك الأسباب الموجبة الضغط اليوم على يعني في مشكلة بأوروبا بالنفط عبر جاي الشتاء. بعد كم شهر شو بقى تعمل العالم؟ كتير مهمة هالخمس شهور نقدر نستفيد منها نحن.